بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالإشارة إلى الأحداث اليوم اللي أشار لها كثير من المواقع عبر التواصل الاجتماعي بأن هناك تفجير وأن هناك عمل إرهابي في مدينة البيضاء، نحن نفند هذه الأخبار. هو عبارة عن عمل جنائي، نعتبروه جنائي لمشاكل معينة فتحنا فيها التحقيق، كلفنا فيها لجنة تحقيق بناء تعليمات سيد وكيل وزارة الداخلية فرج القعيم. هو يتابع في تحقيقاتنا ويتابع في ما تتوصل إليه هذه التحقيقات. الأمر راهو جنائي والأمر راهو لا يتعدى أنه عملية جنائية أو لبعض المشاكل أو لتصفية حسابات معينة سوف يتم اكتشافها. أما فيما يخص أنه عمل تخريبي أو عمل إرهابي أو خلايا ناعمة أو سيارة مفخخة زي ما يقولوا، هذا غير صحيح. هو قد تكون فيها عملية تفجير صح، ولكن سيارة ليست سيارة مفخخة بل هي سيارة مواطن من مدينة طبرق وجاي زيارة ومعروف أسرته ومعروف أهله وسيارته، هو موجود معنا وضبطنا أقواله وضبطنا أقوال صاحب البيت. والأمر راهو أمر حدث مش في مدينة البيضاء، في أطراف مدينة البيضاء بما يعرف بمزرعة معمر القذافي. هذه المزرعة اللي تم اقتحامها في 2011 والناس سكنت فيها، وهي عبارة عن مكان غابة كلها واستراحات. فتم قمنا بإجراءاتنا نطمن هلنا ونطمن الجميع وأنه عمل جنائي وليس له أي علاقة بأمور إرهابية أو بشيء آخر.